company harvested and sold 8,000 pounds of oyster in August. يعني كانت ال... يعني هم ال unit of measurement تبعهم كانت الباوند، يعني يعني الكيلو، بس هم بيستخدموا الباوند بأوروبا أو باليو اس. The company flexible budget for August كانت كالتالي، إنه أعطاني flexible budget اللي هي معدة على actual level اللي هو 8,000 كيلو أو 8,000 pound sorry. فكانت ال revenue عندي هالقد، وال expenses والnet operating income. عشان أحسب revenue and spending variance أنا مضطرة أطرح actual result من flexible budget، فلازم يعطيني actual result. أعطاني الأكتوال ريزولت، يعني أعطاني الأكتوال إنكم ستيتمنت للشركة، كانت الريفينيو عندي هالقد والإكسبنسز هالقد، فطالب مني calculate the company revenue and spending variance for August. برجع بأكد revenue and spending variance اللي يحاصل طرح الأكتوال ريزولت اللي هي هاي من الفليكسبل بودجت. الأكتيفيتي variance حاصل طرح الفليكسبل بودجت من البلانينج بودجت، من هي اسمها اكتيفيتي. الفرق راح ينتج نتيجه الفرق بالليفل اوف اكتيفيتي. البلانينج بودجت والفليكسبل بودجت شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه واحده معده على اكسبكتد ليفل اوف اكتيفيتي which is البلانينج بودجت، واحده معده على الاكتوال ليفل اوف اكتيفيتي. فلما احكي لك اكتيفيتي فاريانس معناته هذا الفاريانس نتج نتيجه الفرق بالاكتيفيتي، فهي فليكسبل بودجت ماينس بلانينج بادجت، لانه الفرق بينهم بكون نتج نتيجه الفرق بالاكتيفيتي. لكن الريفينيو اند سبيندينج فاريانس هذا فرق مصروفاتي وايراداتي، بكون نتج نتيجه فرق الاكتوال ريزلت تبعيتي شو فرقت عن المتوقع على الليفل اوف اكتيفيتي الحقيقي عندي. اوكي، خلينا نحل هذا السؤال، واذا ضل معنا وقت بنحل اكسرسايز 9-2 اللي هو بيحكي عن الليفل اوف اكتيفيتي. بس طبعا اذا ما حليته اليوم بحل لكم اياه بالمحاضره الجايه. الريفينيو اند سبيندينج فاريانس بدي اصف كل الايتيمز تحت بعض، احط شو الاكتوال ريزلت وشو الفليكسبل بادجت، واطرح الرقمين من بعض لكل ايتيم. هذا اللي بدي اعمله فعليا بالسؤال. فبدي افرغ معطيات السؤال كاني بسطتك. طبعا اسهل طريقه انك انت تعمل تيبل. انا هلا بدي احل اكسرسايز 9-3. طبعا اهم نقطه رح نتعلمها بالمحاضره الجاي كيف نعمل performance report كامل اللي هو فيه two types of variances، revenue and spending زي اكسرسايز 9-3 واكتيفيتي زي اكسرسايز 9-2، ونحدد favorable و unfavorable ونعلق عليه كمان. هذا رح، لانه السؤال شوي بده يكون طويل، راح اعمل لكم اياه بالمحاضره الجايه عشان نحله من A to Z ونعمل performance evaluation. يعني ما بيهمني بس تعرف تحسب ارقام، بيهمني تعلق على النتائج، تحكي لي شيء انا يعني انه شو الفارينسز هدول اعطوك indication. اوكي، فبدي اعمل table لحتى احسب ال اعمل الفارينس. بدي انا واحد للايتم، بدي واحد للاكتوال ريزلت، اوكي بدي واحد عمود للفليكسبل بادجت، والعمود الثالث رح يكون للفاريانس اللي هو ريفينيو اند سبيندينج فاريانس. طبعا العمود الاول والعمود الثاني معطى لي بالسؤال، انا اللي علي احسبه بس العمود الثالث اللي هو حاصل طرح رقمين من بعض. ليش بقول لكم انه هذا التشابتر كثير سهل؟ بدك تطرح رقمين من بعض، هذا وهذا معطى لك بالسؤال، بس انت ضل تطرح الرقمين من بعض. اوكي، طيب شو الايتيمز اللي عندي؟ اول شيء الباوندز اللي هي اليونتس تبعيتي كانت 8,000، اكيد راح يكون نفسها لانه الفليكسبل بادجت معدي على الاكتوال ليفل. بعدين الريفينيو اللي هي طبعا انا راح احط لكم كل الايتيمز وافرغهم، بعدين ابلش عمليه الكالكوليشن.
الريفينيوز كانت عندي الاكتوال 35200، ودائما امشي بهذا الترتيب، يعني حط الاكتوال بعدين الفليكسبل، لانك راح تطرح هاي من هاي. اوكي، ف 35200، الفليكسبل بادجت كانت 32000، الاكسبنسز كانت عندي اول شيء الباكجينج او باكينج، سوري مش باكجينج، الباكينج كانت 4200 وهاي 4000. بالنسبة للأويستر بيد مينتيننس كانت 3100 وهاي 3200. الويجز and salaries كانت 5640. طبعا انا قاعده بفرغ معلومات السؤال، مش قاعده بعمل ولا شيء لسه، يعني ما عملت اي كالكوليشن. 5300، بعدين عندي شيبينج بقيمه 6950 وهاي 6400. بعدين عندي يوتيليتيز ب 810 وهاي 830، وأذا عم بدي أسطر بس عشان ما تخربتوا. Okay. الأذر كانت 980، الأكتوال 850، الفليكسبل، التوتال إكسبنسز كانت 21680 20580. أوكي، آخر إشي النت operating income كان 13520 و11420. يا ريت انه يكون حدا بس متاكد اني نقلت الارقام صح من السؤال. طيب انا اللي عملته لحد الان اني نقلت الارقام من السؤال، هلا بدي احسب الفاريانس، هلا بدي اعمل الكالكوليشن. لما تيجي تحسب revenue and spending variance تطرح الاكتوال ريزلت اللي فليكسبل بادجت. فاول خطوه بدي اعملها عمليه طرح عاديه، ما بدي احدد فيفرابل وان فيفرابل، بس اول شيء تعمله اطرح عشان على الاقل تاخذ علامه الطرح صحيحه حتى لو مش قادر تميز فيفرابل وان فيفرابل. فراح اطرح الارقام من بعض، راح يطلع عندي 3200 بالنسبه للريفينيو، 200 دولار بالنسبه للباكينج، 100 دولار، 340، 550، 20، 130، 1000 و100، وبعدين 1000 او بعدين 2100. اوكي، اللي عملته فقط اني طرحت العمود الاول من العمود الثاني، عمليه طرح بسيطه. هلا ضلت النقطه اني احدد فيبرابل وان فيبرابل. تذكر شو حكينا بالمحاضره الماضيه، احنا كشركات هدفنا to maximize our profit، احنا شركة ربحية، احنا مش فاتحين مؤسسة خيرية، احنا هدفنا to maximize our profit، معناته احنا الاشي الايجابي بالنسبة لنا، الاشي الفيفيرابل، انه احنا يكون ايراداتنا اعلى، الريفينيو تبعنا اعلى، والاشي السلبي انه تكون ايراداتنا اقل. بالنسبة للمصاريف، احنا بما انه هدفنا to maximize the profit، معناه دائما احنا بنفضل بكون فيفيرابل بالنسبة لنا انه مصاريفنا تكون اقل. اوكي، كل ما كانت مصاريفنا اقل هذا شيء ايجابي، كل ما كانت مصاريفنا اعلى هذا شيء سلبي. اوكي، بالضبط انت زي انك رايح تشتري شيء متوقع انه حقه 5 دنانير،
وصلت لقيت حق قوس الدنانير، تزعل ولا بتنبسط؟ اكيد المفروض وضع طبيعي انك تزعل، لانه انت الكوست اللي بدك تدفعها طلعت اعلى من المتوقع. اوكي، فنفس الفكره بدك تفكر فيها هون. باجي بطلع انا الاكتوال ريزلت تبعيتي كانت انه الريفينيو عندي 35200 دينار. اوكي، المتوقع كان اكوردنج للفليكسبل بادجت 32000، معناته انا عامله ايرادات زياده عن المتوقع ب 3200. بما اني انا بحكي عن ايرادات، الشركه بتحب تبيع اكثر، بتحب تكون ايراداتها اعلى عشان توصل لربح اعلى، معناته وجود ايرادات فعليه اعلى من المتوقع هذا الشيء فيفربل. اوكي، خليني احط لكم اياهم بالازرق. فتروح تكتب لي اف، اف يعني فيفربل، يو انفيفربل. تمام، واضح القلم الازرق ولا لا؟ طيب بعدين في عندي باكينج، الباكينج مصاريف. لما تبلش تفكر بالمصاريف بدك تعكس تفكيرك، انا هدفي مصاريفي تكون اقل. اوكي، فاجي بطلع الاكتوال ريزلت كانت 4200 لكن البادجتد كانت 4000، معناته انا صارفه مصاريف باكينج اعلى ب 200 دينار من المتوقع. الشركات بتحبش تصرف اعلى من المتوقع، بتحب تصرف زي المتوقع او اقل، معناته شو بكون هذا؟ ان فيفربل. عشان هيك رح احط جنبها يو. ليش؟ لانه انا بحكي عن مصاريف، هدفي ازيد ايراداتي واخفض مصاريفي، فلما اكون صارفه اعلى من المتوقع هذا الشيء سلبي. اوكي، بالضبط. هلا اذا والدك قاعد واجته فاتوره الكهرباء 100 دينار هو كان متوقعها 50، رح يزعل ولا رح ينبسط؟ رح يزعل. نفس الفكره هون الاويستر مينتيننس which is also an expense. احنا كنا متوقعين 3200 صرفنا 3100، يعني صرفنا اقل 100 دينار من المتوقع. بما اني صار في اقل بنبسط، معناته فيفربل ايجابي. اوكي، في حدا مش فاهم انا كيف قاعده بقرر؟ طيب بعديها شو عندي؟ عندي wages and salaries، نفس الفكره، هي 5300 بس ال 300 ما بعرف ليش هيك شكلها. هي 5300 المتوقعه، انا صارفه 5640، يعني صارفه 340 دولار زياده رواتب. ماني بحكي عن رواتب، يعني بحكي عن مصروف، انا ما بحب اصرف اكثر، معناته هذا unfavorable. اوكي، نيجي على الشيبينج. الشيبينج احنا كنا متوقعين 6400 صرفنا 6950، يعني اعلى ب 550 من المتوقع، برضه ان فيفربل. يوتيليتيز كنا متوقعين 830 صرفنا اقل ب 20 دولار، صرفنا اقل يعني ايجابي حتى لو بس 20 دولار. الاذرز 850 صرفنا اعلى ب 130 دينار، صرفنا 980، معناته هذا ان فيفربل. اوكي، اتفقنا؟ فيفربل ان فيفربل ان فيفربل فيفربل ان فيفربل. شو ضل علينا؟ نحدد التوتال اكسبنس والنت اوبريتنج انكم. توتال اكسبنس زي المصاريف، برضو انا بدي اجمالي مصاريفي، يعني انا في شيء ايجابي وشيء سلبي، بهمني المحصله النهائيه اجمالي المصاريف تكون لصالحي، تكون ايجابيه، تكون مصاريفي اقل. فاجي بطلع انا كنت متوقعه ان توتال اصرف 20580، صرفت 21680، يعني صار في مصاريف 1100 دولار زياده عن المتوقع، اكيد هذا الشيء سلبي. انفيفربل. نيجي على النت اوبريتنج انكم، ما تنسى انه هدفي اعظم ارباحي. فالنت اوبريتنج انكم بتعامله نفس معامله الريفينيو، انا بدي النت اوبريتنج انكم يكون اعلى. فباجي بطلع انا كنت متوقع نت اوبريتنج انكم 11420 لكن فعليا صرفت، او سوري حققت ايرادات او ربح، مش ايرادات، انتبهوا انه ايرادات it means revenue، profit it means ربح، فبس يعني اذا اسأت استخدام المصطلح انتبهوا. فانا كنت متوقع profit او نت اوبريتنج انكم بقيمه 11420، حققت ربح بقيمه 13520،
هذا الإشي إيجابي ولا سلبي؟ ما أنا هدفي أعظم أرباحي، ففعليا هذا الإشي إيجابي إذا يعني صح أنا دفعت مصاريف زيادة، لكن الزيادة اللي كنت أنا عمليتها بالريفينيو اللي هي 3200 غطت لي على مشكلة الإكسبنسز وزادت وكونتريبيوتد إني أنا أعمل بروفيت أعلى من المتوقع. أوكي؟ بس تعليقا على النتائج، طبعا أنا خلصت حل السؤال، هو مش طالب مني أعلق على النتائج، بس تعليقا على النتائج، لو أنا قاعدة بعمل performance evaluation وبدي أعلق، المفروض يلفت نظري، حكيت لك management by exception approach، المفروض يلفت نظرك شو؟ البيج ايتمز والانفيرابل، يعني روح اطلع على الاشياء السيجنيفيكانت، يعني المفروض يلفت نظري ال 550 انفيرابل، يعني هاي اول وحده بدها تلفت نظري. بحكي ليش في عندي شيبينج كوست زياده ب 550 انفيرابل، يعني ليش انا دافعه مصاريف شحن زياده ب 550؟ 550 بالنسبه ل 6000 از ا جود نمبر، بتشكل نسبه منيحه، فانت تطلع لها نسبيا. اوكي، فاول شيء لازم يلفت نظري ال 550، يعني بعدين ممكن يلفت نظري ال 340، ليش دافع رواتب 340 زيادة؟ هل أنا عم بوزع بونص بدون داعي؟ هل في مشكلة؟ ولا عشان الموظفين اشتغلوا زيادة وحققوا لي إيرادات أعلى اضطريت أكافئهم وأعطيهم بونص؟ It could be justifiable and it could be not. أوكي؟ فمثلاً أنا لو بدي أجي أعمل performance evaluation، أول رقمين المفروض يلفتوا نظري هدول لأنهم البيج نمبرز والأنفيرابل. أنا بركز على الإشي السلبي أول قبل ما أركز على الإيجابي. بعدين بنتقل لموضوع الإيرادات، هل الإيرادات طبعاً هذا إشي إيجابي إنها 3200، بس كيف أنا حققته؟ برضو بدي أسأل المانجر، أنت كيف حققت 3200 إذا أنا كان في عندي سعر محدد للباوندز اللي أنا ببيعه؟ لا تكون قاعد بتضحك على الزباين وبتدفعهم اسعار زياده عن السعر المتفق عليه وبناء عليه راح اخسر زبايني بالمستقبل. يعني even though this is a good variance, this is a favorable variance, still I should raise questions. بما انه الاويستر سعر الباوند المفروض واضح ومحدد، ليش انت كيف قدرت تحقق هالقد ربح زياده بالمبيعات تبعيتك على 800000 كيلو؟ سوري 8000 كيلو، انا بايعه 8000 كيلو والبادجتد برايس ل 8000 كيلو كان المفروض يكون 32000. كيف انت مدفع الكاستمرز 3200 زياده؟ Even though this is a good variance but still you should raise a question، لانه انت ممكن تكون عشان انا اعمل لك ايفالويشن كويس واقول انك انت عامل variance ايجابي، ممكن قاعده بكون بضحك على الزباين وبدفعهم سعر زياده eventually I will lose my customers. اوكي، على أي حال بالخلاصة الأثر الإيجابي بالـ revenues caused favorable variance بالـ net operating income. فـ even though I had unfavorable variances بالـ expenses، بس الـ favorable variance بالـ revenue خلاني to contribute for a favorable net operating income variance. يعني أنا if I need to comment على هدول التقرير هيك كنت رح أعلق عليه. يعطيكم العافية يا شباب. هل عنده سؤال؟